صباح الخير يا متابعين، فتح الفني الصباح لشركة وينزل بروكر. أنا ماركو كريم مجدي، اليوم 11 أكتوبر 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. تداولات سلبية لأسعار الذهب وانخفاضات بأكثر من 2% خلال تداولات أمس، وده راجع أكيد في المقام الأول لارتفاع الدولار الأمريكي والتوقعات القوية بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيواصل رفع أسعار الفايدة بشكل حاد إلى دفع المعدن النفيس لتسجيل أدنى مستوى ليه خلال أسبوع. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة في الأسواق. أمس ما كانش عندنا أي بيانات ما نقدر نتكلم عليها، وده اللي خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا على الشارت، الاداء السلبي على مستوى كل المؤشرات، اداء سلبي على الاي ام اي، على السار، على الفلات ترند، تقاطع المتوسطات سريع الاسفل، ثبات سعر اسفل النقطات المحوريه عند 16.73، ولذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات ولكن بشرط كسر ال 62 وراها ال 53 واخر نقطه عند ال 43. مرة تانية كسر ال 62 وراها ال 53 وراها ال 43. السيناريو الاخر معاكس، استحق بكسر ال 82 وراها ال 94 واخر نقطه عند ال 1707. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.